أخبار اليوم، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيعرب عن سعادته بالتنظيم ويؤكد وجود الجماهير يعطي التشجيع شكلا رائعا. وفي الحقيقة كانت كلمة أو أول كلمة في الافتتاح كانت لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت أكيد كلمة مهمة جدا لافتتاح البطولة. كمان الرئيس بيشيد بشكل كبير جدا بالجماهير المصرية اللي كانت متواجدة، وأعتقد كده أن دي بداية مهمة قوي قوي نحو عودة الجماهير المصرية للمدرجات بشكل طبيعي جدا بخلاف بطولة الأمم الأفريقية. بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله الدنيا ماشية كويس جدا وما فيش أي مشاكل بإذن الله، والجماهير بتحضر بشكل مميز. لكن الأهم كمان بعد البطولة ما تخلص بقى استمرار في حضور الجماهير، محاولة عودة الحياة الكروية في مصر بشكل طبيعي. آخر مرة الحياة كانت بشكل طبيعي في الملاعب المصرية قبل 2011، تمام؟ أو بعد 2000 يعني في 2012 بالكثير يعني. نفسنا بقى الأجواء ترجع زي زمان يعني، وإن شاء الله دي كانت بداية كويسة جدا. وإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمهور بالتحديد ده شيء مميز جدا وبيدي دفعة قوية لحضور الجماهير في مختلف المباريات بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله بإذن الله.